ايه الحين هو يعني شلنا يا ابو جناح الليل احب في شعر ليلة عاشت بالله علامك مطايخ عمرك كأنك فار وشايف سنور، مو باغ تكسر الشنطة واللي فيها؟ ايوه مطايق نفسي، انا متضايق، في كتمة، فؤادي ينفجر، دماغي ينفجر، عندش مانع انت عندش مانع؟ خير علامك لبقت كذاك، مالك مو سويت فيك توك بخير؟ كنت بخير، لكن من جيت وركبتي معي مزاجي تغير فوق تحت، كرهتيني حياتي. الله أكبر عليك، يا الظالم أنا مو سويت لك. مو سويت انت مو سويتي من يوم راكبة معي، وفلانة فشارية، وفلان بغيض، وفلانة عنده ثلاث مجانين. بتسكت عني لا قر ذا اللسان وقتلك تا ولا نهم لك جمقي واخوي يمردغوك في الارض لا تسيع روحك. صحيح يوم قال المثل لا تأمن للثور ولو راسه في التنور. انت مجنونة مجنونة ما فيش عقل انت ما صحيح. يا حبيبتي يا خديجة سارين وراجعين كلها نص ساعة ما قايمة تخسر شيء. يا حرمة سمعك كلام خلا معنا صدقيني ما بتندمي. سمحوا لي يا حبيباتي ما أقدر أروح مجلس في حريم، هذه قادت وذي كلامهن ما يخلص الحريم. بعدين أنا تعرفوني بياسير سوق مطرح أكمل أشغالي، عندي زباين يشيلوا أغراضهم. سامحوني يا حرمة بتواحي على السوق وعلى الزباين، هذا الاجتماع بيفيدش حتى في تجارتش. أقولش قولي. سمحي لي حبيبتي ولا تجلسي تحايليني واجد. أبوي صح النار لا تقصي تحايليها واجد، ما ينفع محل محايله دامنها حاطه فكره ان هذا الاجتماع ماشي منه فايده ما قايمه تشيل دي الفكره من راسها ابويي. يكون في علمش الحمد لله راسي بخير ما في شيء بارد مبرد، اما اسير معاك فلانه قالت علانه قالت انا هذا الكلام ما يعجبني سامحوني. خديجه قلش براحتش. احسنتي حياكم الله. مروحين الله يحفظك درب السلامة إن شاء الله، خلى البال كان على عمارك أنا. حياش. ها كيف اللولا والباقل؟ الحمد لله. ها غاوي؟ غاوي. علي كان بالعافية، أزيد كان وامو. أيها راعة البيت، بنتكم جاية. هيكم بطلوا الباب. أبي لا حسوا لا خبر. أشوف كأن البيت يصفر. داود، خالد. أخوي سليمان وأبوي ذيله وين؟ زيانة فايزة عيد الشهر ما يسمعوا. يلا يلا محلة مسكد وهوا مسكد وحارات مسكد. السلام عليكم شايب هلال حبابو كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. خبروني وين تروح المستشفى تردد أو عوق في راسك مو مستوي البيت وانظر العقل ما طالع لك الا انت. اذا بسالك رحيمه كيف حالها زوجها كيف حالها ان شاء الله كلكم بخيرين. اتتونا ابو معكم في البيت بنتكم زوجت ولا بعدها؟ بس ها قوضتي الكتاب قريتي المخطوط تو انت من سمح لي تقول شيء على عصيري ها بابي مو قلت ما سمعت شيء وحديني مدخول ما سمعتي ها؟ اقول ليش من سمح ليش تقول شيء على عصيري بدون ما تستاذني تو سمعتيني ولا لا؟ حبابو ما اشوفك الارض حاطبه وكاتب عليها ممنوع الجلوس، جيت وجلست شرقه ولاقيه مهبه والله
حتى وانتو علامكم اهل الحاره كذاك لابقين نار اليوم، كل حد يفتح فوقي ذاك دال اللسان صاحب التاكسي، وهذا التلحين ما قليل مو مستوي في الدنيا. لكن خال صاحب المثل الغالي ما ينباع مرتين، وانا ما دائما جاي اجلس هنا. سموش الدله خليها في مكانها ونزل الفنجان. ها تو انت كلش مالك داك متسوقه مو مسرق عبش، قولي لي. بخيل وما تقبل النخيل، توعد عرفني اني شموس اسميك، انك مسوي عمرك عيب ما تعرفني. اقول اشوف ايش رد الحاره، مو زوجك مفارق انش مره غيرها. الحمد لله ثلاث ثلاث ثلاث، يعني طالق طالق طالق، الحمد لله طلقني بالثلاث. انت حضرتش فرحانه يوم مو مطلقنش بالثلاث؟ اي نعم. يقول صاحب المثل اجلس على الماي ولا تجلس على الرزق، وانا مطلقه وافتخر. هي نعم، اما هو نار البقبه يغيب غارت عينه، عقب انا عم هلال، انا الشايب هلال، انا احبابه هلال، يجيب فوقي شريكه يتزوج علي مو تشوفني، قاصرني شيء جمال دلال مو، الله يصرفه صرفه، لا بارك الله فيه. قول امين. ما اقول تراش انتي لو جايبتي له ولد ولا اثنين رجال ما بيتخلى عني شو يفرقش، لكن ترى العوق منش يوم طلعتي عقيمه ما تجيبي اولاد، قالوا لك سيري تعالقي الطبطه وتقدم ودي خاطر على طول البلاد وعرضها. قلت لا ما بعيه رقمت دنينات شبقتهم. تعقم كرعانك من الصحة. اقول امين. اقول احبابو عن حد يسمعني تعقي بضنينك تشي. انا احسن لي يوم ما جبت منه اولاد، احسن لي يوم ما نسلت منه، لان عيالنا بيتشردوا، لان انسان هذا كثير الشر وقليل الخير. اي نعم انا كنت متعذبه معاه، لا عارفه عمري حيه ولا عارفه عمري ميته، كل حياتي معاه غم في غم، احسن لي يوم اتطلقت وفارقته ورجعت مسكن عند اخوي عشان اعيش حياتي. اي نعم واشوف مستقبلي. اقول حبابو قهوتك بارده دحانه لانك خاضنها الدله، يلا في مالها.